علي سالم يارا من مواليد 1972 بمدينة طرفاية، حاصل على شهادة البكالوريا علوم تجريبية، وحاصل على الإجازة في علم الاجتماع، وحاصل على دبلومات مهنية أخرى. الآن كنشتغل إطار بالمندوبية السامية للتخطيط في العيون. هواية الرسم عموما كانت عندي يعني منذ الصغر، ولكن ممارسة ديال الرسم على الرمال اكتشفت هذه السنوات الأخيرة، وعدلت مجموعة من لوحات اللي هي كتميز بالضخامة، وثانيا اللي كتميز بالتنوع. يعني ثلاث أصناف مميزة، هناك الأشكال الهندسية، هناك الأشكال النباتية، وهناك الأشكال ثلاثية الأبعاد. هذه اللوحات يعني هذه اللوحات الضخمة والكبيرة كتستغرق يعني أولا جهد، وكتستغرق وقت كبير، يعني ربما نتحدث عن ساعات، 3 ساعات أو 4 ساعات للوحات. هذا بطبيعة الحال بمساعدة يعني 2 فردان يعني من الأسرة ديالي، اللي هما نوجه لهم التحية، سالك يارا وعبدو يارا، اللي كيعاونوني دائما ويقدموا لي المساعدة، ونحاول ما أمكن أن هذا الفن ينتقل عن طريقهم هما لمجموعة أخرى إن شاء الله. هذا الفن كيدخل في إطار ما يسمى باللاند آرت، يعني ممارسة الفن يعني في مساحات شاسعة. الهدف منه هو التحسيس يعني بالقيمة الفنية ديال الشواطئ وديال الرمال، وإمكانية استعمالها واستغلالها فيما هو مفيد. ثانيا هذه يعني لا تخلو من رسائل موجهة. بالنسبة للوحات يعني لا تقتصر على الفن فقط، ولكن هناك لوحات إشهارية اللي يعني عدلتها، لوحات ضخمة إشهارية. إن شاء الله ربما يتفتح هذا المجال، لما لا لعقد شراكات مع ماركات تجارية وعلامات اللي نديروا لها الإشهار. وفي هذا الإطار كاين يعني لحد الساعة إن شاء الله، وكاين مجموعة ديال الاتصالات في هذا الإطار، ويكون خير إن شاء الله. بالنسبة للرمال في الطرفاية فهي لا يعني لا تتميز عن الرمال الأخرى، إلا أن هناك يعني شاطئ يعني واسع، وفي فترات الجزر يعني يترك يعني مساحة كبيرة يمكن الاشتغال عليها، ونظرا ل يعني الكثافة السكانية المحدودة يمكن لك يعني تعمل في واحد المنطقة كبيرة شاسعة. ويعني السكان ديال الطرفية جزاهم الله خير، يعني كيتركوا واحد البلاصة اللي هي أنا كنعتبرها مرسم، اللي هي متواجدة في واحد المنطقة استراتيجية، يمكن أي واحد يعني يلتقط صور وسيلفيات مع الرسومات اللي كان دير.